من كابينة التعليق. دقائق قليلة تفصلنا عن بداية هذا اللقاء ضمن دوري 48 ساعة لأبطال فوت. توقعات كبيرة اليوم لهذه المباراة، تعودنا بأن نشهد مباريات كبيرة هنا في هذه المنافسة، وأكيد نامل بأن تكون هذه المواجهة على نفس النهج ولا تخرج عن إطار المنافسة وأن يكون فيها إثارة حاضرة من البداية حتى النهاية. ترينت ألكسندر أرنولد، ملعوبة إلى فرنانديز، مارسيال تصل إلى فرنانديز، مارسيال كرة خطيرة، الهدف تقدم، أوهو في المرمى، هدف أول في هذا اللقاء. أصبحت الأمور أكثر إثارة، اشتعلت الآن، احترقت في هذه اللحظات. كليمان لانكلي وصلت إلى غوريتسكا، المساحة أمامه في هذه اللحظات، انطلاقة متسرعة كانت نتيجتها تسلل وبالتالي لا خطورة على المنافس. ظهور مميز لهذا اللاعب في لقاء اليوم حيث يلعب مباراة رقم 100 مع النادي، نجح في التأقلم هنا وقدم مباراة رائعة وهذا ما يجعله يصل المباراة المئوية مع النادي. نابي كيتا، برونو فرنانديز، واضح ان مدرب الفريق الضيف راح يعتمد على خطة كشف التسلل. ترينت ألكسندر أرنولد، ملعوبة الكرة إلى نابي كيتا، عنده فرصة التمرير، مارسيال كرة خطيرة، يا رباه، مستحيل التصدي، أي إنقاذ من حارس المرمى، كرة كانت غريبة لكن مرونة غير عادية، نجح في أن ينقذ مرماه، فرصة هدف محقق. مارسيال صافي لو تسلل، تحرك في وقت مبكر قبل تمرير الكرة. نيلسون سميدو، تيكي تاكا تيكي تاكا، شوف تبادل الكرة، انظر إلى التمريرات. جيراردو لوفيو للخلف من عرضية جميلة. يفقد الكرة. بينية خطيرة. فرصة من جديد لكرة التعادل. الله على الكرة، الله على اللعبة، الله على اللمسة، الله على الهدف. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. كوفازيتش. وصلت إلى مارسيال، كرة بتصبح في سيطرة الفريق المنافس. برونو فرنانديز، يا سلام على التمريرة، فرصة لدونافيو، تألق غير عادي من أليسون في التصدي لفرصة هدف محقق. فينالدوم، جيرارد ديريفو، فرصة للتسجيل، لابد أن تستغل هذه الكرة، فرصة ضاعت وتحولت للفريق المنافس. الله على الفدائية من المدافع، شوف اعتراض الكرة الماضية، يلعب الكرة بدقة كبيرة بالملي، يا سلام، يعرف كيف تخرج ومتى تخرج وأين تصل. الله على الكرة، دفاع ممتاز، قراءة سليمة لهذه المحاولة. نيلسون سميدو، كرة بتروح لسميدو، جيراردو لوفيو، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة، الحارس يخرج في الوقت المناسب، بيخلص الكرة وبيبعدها ويمنع فرصة في غاية الخطورة.
برونو فرنانديز. فريق الضيف يعتمد الآن على تكتيك الضغط المستمر على أصحاب الأرض. جيراردو لوفيو. أوهو، على هذه الكرة تدخل مثالي في الوقت المناسب. شوف منع الكرة من الدخول، غيرت الكرة اتجاهها، خدعت الجميع، فرصة بتضيع. بينية فيها خطورة، جميلة الكرة، بيلعب الكرة بينية في مكان سليم. التقدم يأتي، هدف يدخل إلى المرمى ليحرك كل شيء. الآن كل شيء ممكن يتحول، كل شيء ممكن يتغير. سيبدأ الهجوم، تأمين النتيجة والخروج بهذه المباراة بالانتصار. برونو فرنانديز، تمركز ممتاز يساعده في قطع الكرة. مساندة تصل الآن. جيرارد ديريفو، فينالدوم، سام ماكسيمان. لديه فرصة لإرسال كرة عرضية. كوفازيتش. النتيجة 2-1 مع نهاية الشوط الأول. الآن أحداث الشوط الثاني من هذه المباراة الرائعة جدا، واللي تأتي في إطار منافسات بطولة دوري 48 ساعة لأبطال فوت. فينالدوم عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم. برونو فرنانديز. الكرة رمية تماس. يعرف كيف يمر الكرات، الله على نقلات الكرة، كيف يوزع اللعب في أرضية الملعب. يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة. أوهو، الكرة في المرمى، التعادل يأتي. أي تقلبات، أي تحولات، الفريق الآن ينجح في التعادل من جديد. بيرلا ميندي، كرة تصل إلى لونغلي. غوريسكا. انطلاقة وبداية فرصة وإيقاف للمحاولة، والكرة بتتحول للفريق الخصم. جيمس. يفرض أسلوبه، يفرض طريقته، يسيطر على الكرة. فينالدوم. كومان. الفريق يخسر مشروع هجمة. البحث عن هجمة مرتدة. فرصة خطيرة هنا. مارسيال. الكرة في المرمى. بطل اليوم، بطل الهاتريك. أي مباراة، أي أداء، أي روعة، أي احتفالية، أي أجواء، أي لاعب أسطوري. مباراة لن ينساها أبداً. 3 أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى اللحظة. تحرك هجومي من جانب رويالز الآن. تقطع بعد عمل جيد حقيقة. كوفازيتش. ملعوبة إلى راشفورد. برونو فرنانديز. راشفورد. مارسيال. رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة. مارسيال. رائع في قطع الكرة وفي إنهاء الخطورة. مارسيال.
تصل إلى فرنانديز، يستخلص الكرة وينهي المحاولة. لينية مثالية خلف المدافعين. جميل الكرة، فرصة للتعادل الآن. يا الله على هذه الفرصة، لو دخلت الكرة كان هدف عالمي. شوف الكرة المقصية، كان قريب من حارس المرمى، لكن الحظ في اللقطة الماضية ما حالف فرصة بتضيع. تكتيك لا نشاهده من جانب الفريق الضيف، محاولة زيادة الضغط في اللحظات القادمة. لو تأخر شوي في التحرك لكان في موقف سليم في هذه اللقطة. جيرارد ديريفو، كرة تنقل بشكل سلس حقيقة، قراها بشكل سليم، يقطع الكرة بدون مشاكل. برونو فرنانديز، ملعوبة إلى كوفازيج، نابي كيتا، تصل إلى نابي كيتا، تصل الموجود في هذه اللقطة. ربع ساعة الأخيرة في هذه المباراة. جيرارد ديريفو. صافرة الحكم تعلن عن وجود خطأ. الضربة الحرة من مكان بعيد، ممكن نشوفه يحاول ويجرب من هذه المسافة. الحارس يمسك بالكرة بعد تنفيذ الكرة الثابتة. كرة إلى خارج الملعب، ريمي التماس، كليمان لانجلي، غوريتسكا، ينتقلون بالكرة إلى الثلث الأمامي. تدخل بشكل سليم، خلص الكرة، يستعيد الآن أنطوني مارسيال. حماس لا يتوقف من الجمهور، يريدون من فريقهم أن يوسع الفارق أكثر وأن يطلق رصاصة الرحمة على الخصم. فرصة في هذه اللحظات لحسم المباراة. الله عليك، الله عليك، حطها في المرمى، حطها في مكان. الكرة الجميلة، لمسة ولا أروع، نهاية ولا أجمل. بعد هذا الهدف أعزائي المشاهدين، نتيجة هذه المباراة 4 أهداف لهدفين. يتحرك بالكرة للأمام، فرصة لإرسال كرة عرضية من مكان ممتاز. كرة إلى خارج الملعب، رمية جانبية. الكرة عن بنزي. جيرارد ديريفو. فينالدوم. ليون غوريتسكا. تدخل جميل من اللاعب. 3 دقائق متبقعة لنهاية المباراة. الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد. راشفورد، الحارس يخرج في الوقت المناسب، بيخلص الكرة وبيبعدها ويمنع فرصة في غاية الخطورة. كومان، أريان روبن، الحكم يقر إضافة 1 دقيقة للمباراة. تمريرة سيئة تذهب للفريق الخصم، هذه فرصة هدف. جربوا الكرة في المرمى. تنطلق إلى صفر نهاية المباراة مشاهدينا، معلنة فوز أصحاب الأرض اليوم. مباراة كانت صعبة ومتعادلة حتى الدقائق الأخيرة، لكنهم عرفوا طريق الفوز.